ذكرت الكويت، بعرف انه في يعني محطتان بارزتان في مسيرتك او في بداياتك على الاقل، هن الكويت وبيروت، يعني الى جانب الكويت بيروت. خلينا نبدا بالكويت، يعني الى جانب المناخ اللي حكيت عنه السياسي والطلاب وهذا الجو، يعني ما هي العلامات التي تركتها فيك الكويت؟ أي بصمة، أي ندوب؟ نعم. يعني ماذا استفدت، ماذا أعطتك الكويت؟ أنا من خريجي الثانوية في البحرين 75-76، نعم، فتوجهت إلى الكويت كطالب في هذه السنة 75-76 تقريبا. قبلها زرت الكويت لأنه عمتي وأولاد عمتي يعني ساكنين الكويت فوق 40 سنة الآن، وكنت أروح لهم في بداية السبعينات، وكنت أستمتع بكثير من الوقت مع الله يرحمهم أولاد عمتي عبد المنعم الشيخ وزين العابدين الشيخ، كنت أستمتع كثيرا معهم، وتعرفت على ديوانيات الكويت الله يذكرهم بالخير، ديوانية الهارون، ضاحية عبد الله السالم، تعرفت على الكويت، تعرفت على سوق المباركية القديم، تعرفت على ساحة الصفا بقهاويها القديمة بأجمل شاي، خلينا نقول نسميه الليمون الأسود، شاي الليمون الأسود أجمل شيء اللي ما زلت أستطعمه، بعمي زوج عمتي الله يرحمه في السوق القديم، بساحة اللي كانت تتجمع فيها الوسائل النقل لنقل كثير من العمال العرب اللي شغالين هناك اللي هي قريبة من المعهد العلمي، بالخبز الإيراني الجميل اللي كنا نجيب المغرب وناكله. ثم انتقلت للكويت كطالب، وزودني الوالد بكثير من التوجيهات، كان يعلم بأنه يعني أنه الأجواء الطلابية عادة ما تكون أجواء متنوعة مختلفة عن كل أجواء الأسرة أو البحرين اللي عشناها، فاختلطت بمجموعة كبيرة من الجنسيات العربية والغير عربية، وابتدأ الاحتكاك الأثر والتأثر. أنا من النوع اللي تأثر سريعاً، فانجرفت بشكل سريع، نعم، إلى تبني أفكار ومواقف أفكار يسارية آنذاك، يعني في السبعينات كان المد اليساري والقومي صحيح ضارب في العالم العربي. يعني تعرفنا على الشيخ إنجلز والشيخ ماركس والشيخ هيجلز، وتعرفنا على كثير من اللي كانوا يعتبروا المشايخ اللي يعتبروا يعني مغضوب عليهم في العالم العربي. قرأنا لهم وقرأنا لكثير من المعارضين أيضا العرب، وقرأنا لكثير أيضا من الكتاب في الجانب الآخر. كانت ساحة مشتعلة فعلا، أنا تعلمت منها الكثير. هل انتسبت إلى حزب سياسي يساري؟ لا. لم تنتسب؟ لا لا لا. أو ماركسي أو لا لا شيوعي؟ لا لا. أو كان عبارة، كان هناك اتحاد وطني لطلبة البحرين، نعم، وهو كان الشكل الطلابي السياسي خلينا نقول الأقرب إلى صوت المعارضة منه إلى أي صوت آخر. هل راودتك في فترة يعني من فترات أو في لحظة من اللحظات شكوك إيمانية بمعنى من المعاني، حسيت أنه فكرة الإلحاد مثلا ممكن راودت نفسك أو خطرت على بالك بلحظة من اللحظات؟ والله خطرت وبعنف كثير. أه. يعني تعرفت أكثر على الله بكل اللي قرأته وكل اللي يعني خلينا نقول سمعته. أعتقد أنه الإلحاد بشكله المعروف يعني شيء لا يعني فقط نكران وجود الله، لأنه هذا موضوع آخر، بس إحنا كنا في بيئة إيجابية وسلبية، لكن إيجابياتها بالنسبة لنا علمتنا كيف نكون معتمدين على النفس، كيف نتجه إلى المحظور، إلى الممنوع، إلى اللي يخوف. دخلنا كل هذه الأجواء، هناك جنسيات من لبنان ومن فلسطين ومن أرتيريا ومن دول أفريقية وعربية، كل قادم بثقافته وبآراء المختلفة، وعشنا فعلا أجواء كانت حارة. أكل حال يقال الشك طريق اليقين. نعم. رغم هالحب للكويت وهذا التأثير يعني الكويتي في بداياتك، أسميت أستاذ خالد الشيخ يعني إحدى بناتك الخمسة، الله يخلي لك إني تسلم، رح نحكي عنهم بسياق الحلقة، أسميت إحدى بناتك على اسم مدينة عراقية وهي سماوة. نعم. يعني شو كان دافع يعني أن تسمي بنتك على اسم مدينة عراقية؟ أنا طبعاً
بنتي موجودة في بطن والدتها قبل الغزو. نعم. ولأني أنا يعني منجب للبنات، فكنت أجهز أسماء بنات باستمرار، لم أتوقع أن يأتي ابن لي، فكنت دائما أبحث عن أسماء مختلفة. سماوة كانت من الأسماء المرشحة، أسفار كان من الأسماء المرشحة، فقلت إن شاء الله إذا جاتني بنت أسميها سماوة، وهي من التسامي، السمو والتسامي، ووجود مدينة عراقية تاريخية يضيف الكثير إلى بنتي سماوة. نعم. أنه أنا يعني يسعدني كثيرا أن يتفق اسم سماوة مع اسم هذه المدينة العراقية المشهورة، بغض النظر عن كل ما يتعلق بالعراق حاليا. نعم. ففي حموة الغزو العراقي للكويت ابتدت كثير من الأسماء الكويتية تتغير، كانت في كثير من الأسماء الكويتية عراقية من غير ما نذكر أسماء. نعم. بسبب التواصل اللي كان قائم بين الشعبين. فبعد الغزو حصلت ردة فعل عنيفة، اضطرت كثير من العائلات الكويتية أن تغير أسماء أبنائها العراقيين إلى أسماء أخرى. نعم. وهذه كانت ردة فعل يبدو لي أن هي كانت، ما أدري يعني، ممكن تكون طبيعية ممكن تكون متسرعة، إنما لا تعني كثيرا الموقف من الـ. نعم. من الـ هل خطر ببالك في لحظة ما أن تغير اسم بنتك؟ لا أبدا، منعا لأي التباس أو لأي يعني إحراج مع، لا لا لا، ما فينا نغير اسم العراق. نعم. لأنه تعرضت الكويت للغزو، نعرض كنت أضحك مع بعض الأصدقاء الكويتيين أقول لهم طيب إيش اللي ممكن يسويه الإنسان أو المواطن الكويتي اللي اسمه طارق مثلا. نعم. واسم أبوه عزيز، يضطر يغير اسمه ويغير اسم أبوه؟ لا أعتقد بأنه الأسماء يعني مجال لأن تثير نوع من الشبهات أو الشكوك حول المشاعر الإنسانية اللي تولدت لحظة دخول الجيش العراقي إلى الكويت، حيث أصبنا جميعا بالتلف. نعم. فلم نكن في وارد تغيير أسماء أو نفكر في هذه المسائل. بالانتقال إلى الحديث عن بيروت، قلت لي أستاذ خالد الشيخ يعني بلقاء أولي امبارح أنه بيروت ساهمت بتكوين الوعي أو بتكوين الشخصية أو. نعم. بتكوين ما في بداياتك، يعني أي أثر لبيروت؟ متى تعرفت على بيروت؟ بيروت زعيمهم الذي علمهم السحر كبيرهم أو كبيرهم الذي علمهم السحر. نعم. فبيروت أنا زرتها 1969 وسكنت مع أهلي في الجبل في عليه. نعم. وكانت كسائح يعني كمصطاف يعني كان عمري 10-11 سنة تقريبا. نعم. وتعرفت على جمال بيروت وأنا صغير، كان لي صديق اسمه ليو وما زلت أتذكره وأتذكر ملامحه. تعرفت على معنى كرم العنب، شفت أول مرة في حياتي كيف بيتفرخوا الصيصان وكيف بيتكرتنوا في كراتين وبيبيعوهم. فهذه الذكريات تقريبا الأولى. أما بيروت وأنا طالب في الكويت، بيروت ساحة نشيطة كانت فكريا وثقافيا، وما زالت، وأتمنى إن شاء الله أن تعود بيروت أيضا إلى سحرها وعافيتها. إنما بيروت كانت مصدر لجميع تقريبا الحركات الوطنية العربية، أدبياتها، منشوراتها، إلى آخره إلى آخره. فكانت هي يعني خلينا نقول مسبب لكثير من المعاكسات. نعم. لبعض الأنظمة العربية. بيروت كانت يعني بيروت أعتقد أن هي كانت محرض على الأسئلة وعلى الشك، محرض على الشك والأسئلة، وهذا سحر بيروت راح يبقى دائما فيها. أنا أتجول في الحمرة. نعم. وأستعيد الكثير من الذكريات الحميمة إلى قلبي. أول سؤال سألتني إياه أول ما شفتك أستاذ خالد عن المكتبات في بيروت والكتب. نعم. يعني هل قد حضرتك قارئ نهم، وأول يعني أول بحث بأي مدينة هو عن الكتاب؟ بيروت أنا بالنسبة لي الكتب اللي حصلت، يعني أنا أحب تجميع الكتب الموسيقية بالذات. نعم. فبيروت في كتب قديمة عندي موجودة إصدار بيروت وعليها أرقام تليفونات. لما رجعت الآن أطلب مثلا الجزء الثاني أو الجزء الثالث لقيت التليفونات اختلفت طبعا. طبعا. فاتصلت في دائرة في إدارة في سنترال البحرين. نعم. خبرتهم عن اسم مكتبة معينة في بيروت أو اسم مؤلف، طلعوا لي المكتبة وخبروني بأن المؤلف ما بنعرف عنه أي شيء. نعم. وأنه يعني هذا الكتاب اللي تتكلم عنه لم يعد موجودا ولا نعرف كيف نجيبه. نعم.
ربما نفذ من ال ربما، بس أنا الأخبار اللي كانت سيئة بالنسبة لي أنه أنا وصلت على نهاية معرض الكتاب. صحيح. للأسف رحت يعني اليوم شفتهم بيشيلوا الخيم وبيشيلوا يا ريت لقائنا كان قبل أسبوع. يعني لنختم الحديث عن بيروت، فنيا هل تركت أثر ما بيروت فيك؟ هل من مؤثرات فنية أو موسيقية؟ هل من فنانين معينين يعني تركوا في يوم من الأيام أثرهم؟ نعم، بيروت من دول المركز. المركز الأكثر إشعاعا وأكثر اختلافا في 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 العالم العربي. كنا نتابع وما زلنا صوت السماوي فيروز. لما بتغني بحبك يا لبنان تلاقينا نحب لبنان، حتى يعني أقول نحب العالم كله بصوت فيروز. مجموعة المثقفين والأدباء اللي عاشوا في بيروت ونشروا في بيروت وأصدروا كتبهم في بيروت وإنتاجهم شكلوا علامة فارقة في عند كل مثقف عربي. في الجانب الموسيقي بيروت تقف شامخة مختلفة رافضة لكل الدعاوي التي تقول بأنه يعني أنه هناك عاصمة واحدة فقط للفن، واللي ما يستطيع أنه هو يدخل هذه العاصمة ويخرج منها كنجم لن يستطيع أن يخرج من أي عاصمة أخرى. أنا أعتقد أنه بيروت أحد أجمل العواصم. نحكي بصراحة، قصدك يعني قصدك القاهرة؟ نعم. يعني القاهرة يعني